عام مضى وانصرم وها نحن نستقبل عاما هجريا جديدا ونودع عاما رحيل عام وانقضاء عمر في ذلك العام كم تركنا من طاعات وكم اقترفنا من سيئات كم من يوم لم نقرأ فيه ولا وجها من كتاب الله كم فاتنا من يوم لم نزينه بصلاة الضحى وكم فاتتنا ليلة لم ننورها بقيام الليل كم من محطة من محطات الإيمان فاتتنا ولم نتزود منها كم من غزوة تركناها ولم نغبر أقدامنا فيها كم مرت من ليال حرمنا من الرباط فيها كم 70,000 ملك لم يصلوا علينا كم من ساعات غفلنا فيها عن ذكر الله كم وكم وكم هو عام مضى وانقضى بما فيه من إحسان أو تقصير يا ترى إذا نطق ذلك العام هل سيكون شاهدا لنا أم علينا؟